معك شيطان وساعات ملل. كل ما زادت مدة التعاطي كل ما مدة التعاطي هتحتاج وقت أطول. هل تشكل شيرين عبد الوهاب خطر على نفسها؟ من واجب المعالجين والمراجع المستشفى ومن حق المريض انه يحجز المستشفى حماية لي وللمجتمع. عشان ادخلها المستشفى يا فندم عشان بيتعاطوا مخدرات. هو ده التصريح اللي ساعتها شغل الرأي العام العربي والمصري خصوصا بعد ما كشف أخو شيرين عبد الوهاب عن مشكلتها مع الإدمان وبأنه أدخلها أحد المستشفيات للعلاج خوفا على حياتها. والأكثر من 20 يوم فضلت شيرين في المستشفى إلى أن أعلن محاميها ياسر قنطوش عن خروجها بعد يوم واحد على التسجيل الصوتي اللي طلبته فيه شيرين بالتدخل عشان يخرجها وإنها بقت كويسة. هم ادوني على ورقة أنا مش عارفة ورقة إيه ده. والتسجيل ده فتح باب من التساؤلات، منها هل المستشفى تقدر تجبر المريض على إمضاء ورق غصب عنه؟ والسؤال ده طرحه إيتي بالعربي على الطبيب النفسي غير المعالج لشيرين دكتور ناصر لوزة. لا طبعا لما يبقاش من أخلاقيات المهنة لا تسمح بذلك، يعني محدش بيجبر حد على حاجة، يعني وحتى لو مضى حاجة وغير رأيه بعد نص ساعة ما حقه بش. أما السؤال الأهم فهو إذا في قانون يسمح للمستشفى الخاص بالعلاج من الإدمان والمصحات النفسية بإجبار المريض على البقاء فيها وإكمال العلاج؟ طبعا قانون 2009 ده قانون، يعني احنا يعني اشتغلنا 5 سنين علشان نقر القانون ده في مجلس البرلمان ومجلس الشعب وقتها. وقانون ده بيدي حقوق وبيحمي الأطباء والمرضى والمستشفيات من مشاكل رعاية نفسية. اللي يقرر إذا كان المريض فيه خطورة منه أو لا ده الطبيب. لو المريض بيمثل خطورة خطر وشيك على نفسه أو على الآخرين فمن واجب المعالجين ومن واجب المستشفى ومن حق المريض إنه يحجز بالمستشفى حماية لي وللمجتمع. لكن لو هو لا يمثل خطر وشيك فمن حقه إنه هو يمشي. فده معناه إن شيرين خرجت من المستشفى قانونياً وبقرار وموافقة من طبيبها المشرف على علاجها في المستشفى وللحد النهاردة ما انكشفش عن اسمه. وده أكده الإي تي بالعربي دكتور نبيل عبد المقصود طبيبها السابق غير المشرف على حالتها حالياً. بس خروج شيرين بعد 20 يوم من المستشفى شكك في مدى إتمامها للعلاج، خصوصاً إنه ما تمش الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية. كل ما زادت مدة التعاطي كل ما مدة التعافي هتحتاج وقت أطول. طرد السموم بياخد أيام وبعد كده ممكن العلاج النفسي يتوقف على حالة المريض النفسية اللي كان عنده أمراض نفسية ولا لأ. لو ما كان عنده أمراض نفسية تحتاج وقت أطول. وشيرين وفور خروجها من المستشفى وزي ما بقى معروف قدمت بلاغ ضد أخوها محمد اللي أجبرها للدخول للمستشفى. فهل تصرفه من البداية قانوني؟ لا، الدخول الإجباري له قواعد. لا بيبقى له قواعد وفقت وله نظام، لكن الدخول الاختياري بيبقى حسب رغبة الطبيب أو رؤية الطبيب وموافقة المريض. القانون فيه أو ما فيش، أنا يعني أنا دي أختي، أنا دي أختي لازم ألحقها.